قال كمال الحرية، كمال الحرية أن يكون حرا. العبد لا يجب عليه الحج، وإنما يجب الحج على الأحرار، أما العبيد فلا يجب عليهم أن يحجوا حتى يحرروا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من حج قبل البلوغ أو قبل الحرية فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وأنه يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا بلغ، وأن يحج إذا صار حرا. إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ، الشرط الرابع الحرية.